بسم الله، راح نشوف أولا الصحة. بس بشكل عام شايفاك تعبان يا برج الجدي، في شغلات صارت معك تعبتك كثير، ففي مجال الصحة يا برج الجدي. تشير الورقة، الأوراق اللي طلعوا لك الثلاثة مع بعضهم، إلى أن لديك الفرصة للشفاء من أي مرض أو إصابات سابقة، لأن الورق هذا سيجلب لك الوضوح العقلي للتغلب على كل التحديات التي تواجهها، وبأن لك فقط استرخي. كذلك في منكم اللي شايفاه تعبان نفسيا، وأحيانا بيصير حتى جسديا تعبان، يعني من انفصال صار معه وبعده زعلان على الحبيب، وهو عم يتطلع على كوباية الحب اللي هو مفتقدها. شايفاك يعني في حاجة إلى الرعاية والدعم، سواء كنت مريض أو مصاب أو حتى متضرر من العلاقة هذه اللي صارت معك أو صارت مع بعضكم. فأنت يا برج الجدي تحتاج إلى إظهار المزيد من التعاطف مع نفسك وجسدك، ولا تتعامل معه بقسوة أو اللامبالاة. فإذا كنت يعني مريض فحاول أن تعتني بنفسك وتعطيها الوقت الكافي للشفاء. في منكم كذلك اللي حاسس حاله يعني أن كل الأمور تسير ضده، كأن العالم بأسره ضده وحاسس بالخسارة. كذلك في منكم اللي بيمر بفترة من المرض والمشاكل الصحية التي قد تكون ناجمة عن عوامل يعني كالشغل أو مشاكل مالية أو مشاكل عائلية، فقد تجد نفسك تعاني من التوتر القلق، لذا فأنت بحاجة إلى الاعتناء بنفسك وصحتك، وتأخذ بعض الوقت يعني لممارسة التأمل والاسترخاء يعني، وتترك كل الأمور على الله. كذلك يخبرك ورق التارو يا برج الجدي أن الإنسان أحيانا يمر بوقت عصيب يشعر فيه أن العالم بأسره ضده ويعاني من سوء الحظ، فبيقول لك أن هذه فترة وستمر، وهذه الفترة العصيبة لن تستمر إلى الأبد. فتواصل مع من حولك واقبل أي مساعدة ستتاح لك. كذلك في منكم اللي بحاجة إلى أن يهتموا كذلك بشكلهم ويهتموا بحالهم أكثر، لأني عم شوفهم يعني عم يهملوا نفسهم بسبب الشغلات اللي صارت معهم. أيا كانت هاي الشغلات فأنت بحاجة إلى أن تنظر حولك، لأن الورق بيقول لك أن المساعدة قريبا منك، ولكن بسبب انغماسك في الأفكار السلبية فأنت لا تستطيع أن ترى الفرص التي تمر من حولك. والآن سنمر إلى العمل، راح نشوفه العمل الحين. ففي مجال العمل بشوف أن ورق التارو يا برج الجدي يعني عم بيحذرك من الناس الذين من حولك، ويطلب منك أن تكون حريصا ممن تثق فيهم. فإذا كنت ستطلب مثلا قرض فيجب عليك أن تتأكد من الشروط قبل التوقيع، فيمكن أن يكون حولك هناك شخص غير أمين، فثق في حدسك يا برج الجدي. كذلك يا برج الجدي، أنت احتمال تلاقي حالك عم تحصل على معلم أو مرشد رح يساعدك في مسيرتك المهنية، وبيقول لك كذلك هذا هو الوقت المناسب للدراسة، وهذا وقت جيد للقيام باستثمار أو مشروع صغير
منخفض المخاطر. لذلك يجب أن تتأكد جيدا من الناس الذين يعملون معك أو الناس اللي من حولك يا برج الجدي. كذلك في منكم اللي تعرض يعني للغش من حدا قريب منا قريب منكم، ممكن يكون زوج زوجة، لأني عم بشوف يعني في خداع، في خداع يا برج الجدي، في غش يعني كأنه شي حدا بده ياخد شغلة الكون، سواء كانت فلوس جاتكم أو قرض أو شغلة هيك، فأنتو لازم تكونوا حذرين. كذلك يمكن تشير يعني البطاقة إلى أن هنالك بعد الخداع في بيئة العمل، أو هناك بعض الزملاء الذين ينشرون حولك الأكاذيب خلف ظهرك ويحاولون مثلا يمكن سرقة أفكارك، مكانك أو مشروعك وأنت لا تعلم، فكن حذر من الذين يشتغلون معك في العمل يا برج الجدي. وبيقلك كذلك في الوضع هذا استخدم فطنتك والقدرة على التكيف والحيلة والمرونة والذكاء لتضع نفسك في مقدمة اللعبة. كما يعني بيحذرك التارو انك تاخذ حذرك من السرقة او الاحتيال وتجنب المراهنة، فكن حذر يا برج الجدي الفترة هذه. كذلك بالنسبة للناس اللي عم بيدوروا على شغل، فإن شاء الله راح يلاقوا شغل بالفترة هذه إذا دوروا وكانوا واثقين من حالهم، فالأمور راح تمشي بشكل جيد يا برج الجدي. أما في خصوص الأسرة يا برج الجدي، بصراحة في منكم في اللي راح نحكي على الأسرة، في منكم اللي في بلد والناس اللي بيحبهم في بلد تاني وشايفاكم قلقانين وحاسين بالوحدة والعزلة، وفي نوع من الألم كأني شايفاك في مفترق الطرق بعيد عن الناس اللي بتحبهم، أو ممكن تكون بعيد عن حبيبك. كذلك في منكم اللي قلقان وبيفكر كتير، فممكن تجيك حالة الأرق أو خلل هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي تدور حولك. لهذا يجب أن تستجمع قواك وتحاول أخذ الأمور يعني بأكثر واقعية، بواقعية مهما كانت الوضعية اللي أنت فيها يا برج الجدي. كذلك يعني في منكم اللي تعرض للخيانة، سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حدا خان الثقة، فاش أنا شايفة يعني إحساس بالندم والذنب. كذلك في منكم اللي منفصلين، فشايفة إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي، ففي مشاعر ذنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسة، وتعاسة عميقة. وكذلك شايفة إنه في تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب، يعني كأنه في إنسان بيقول يا ريت يعني لو يرجع الماضي وسوي كذا وكذا وكذا، يعني تسوي الشغلات قبل حصولها. ففي خيبة أمل تعرضتوا لها يعني خلتكم ضايعين وفي مفترق الطرق، فأنت تحتاج يا برج الجدي إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها، فبمجرد القيام بهذا
ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجدي، فأنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيا كانت. هذا الشيء اللي بيطلبوا منك تعرف، ممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ثلاثية، شيء وارد. كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي أنت فيه دائما، يعني كل مرة عم تعطي الحب ويعني عم تكون مخلص، ولكن ما عم تلاقي التقدير، وانت مليت من الوضع ومن الوقت. يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار، يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول ياخد قرار في شغلة معينة. ممكن شي حدا تخلى عنك، او انت انسحبت من العلاقة وانت زعلان بسبب طرف ثالث، بسبب خيانة. فالامور يا برج الجدي يعني راح تتحسن، وان شاء الله خير يا برج الجدي. فانت لازم تطلع من الحالة هذه. والان سوف نمر الى ما هو عاطفي. يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة، فرح نبلش. شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك، واخد جنب، كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب، يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت. ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني، وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة. فممكن يكون الحبيب متزوج، أو أنتو يعني في علاقة ثلاثية، لقيت حالك بعلاقة ثلاثية، أو هو ممكن يكون هو الزوج وأنتو متباعدين مع بعض. في عندي برج ميزان، جوزاء، دلو. احنا ماشيين بالقراءة، وراح اقول الابراج اللي عم تظهر بالقراءة، لانه كل الطاقات موجودة، ترابية، نارية، هوائية او مائية، كذلك مائية. ولكن كأني شايفاك متعلق يا برج الجدي، متعلق بالحبيب وفي مراقبة، وحتى الحبيب بعده بيراقبك يا برج الجدي. ولكني شايفاك عامل روحك مو مهتم، وفي منكم اللي مختفي ومخبي مشاعره وما عم يظهر أبدا. فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار. ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان، أو كل واحد في بلد، لأن اللي شايفة في مسافة بيناتكم. في منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه، فممكن يكون أكبر منك الشخص هذا، يعني لأني بشوف إنه متزن وأكثر حكمة وعارف حاله شو عم يعمل. في برج الميزان، ثور، عذراء. خليني اشوف طاقتك، راح نشوف الطاقة تبعك. طاقتك فعموما يا برج الجدي، شايفاك يا برج الجدي متزن وواثق من حالك رغم كل شي صار. كذلك شايفة في منكم اللي عنده خيبة أمل من شغلة صارت، أو من علاقة ثلاثية، يعني ممكن تكون دمرت علاقتكم أو حدفت على العلاقة وانفصلتوا. كذلك في عم شوف في منكم اللي بعيد عن أهله ومشتاق لإلهم. في اللي قاعد لحاله، عم شوف في تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي، مشتاقين له كتير.
انتوا بتحبوا بعضكم يعني، وكأنه صارت بيناتكم مشاكل، ولكن شايفاك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني، وبعدك يعني عم بتفكر فيه، بعدك بتحبه. في مين كون اللي الحبيب يعني زعلان على الفراق اللي صار بيناتكم، وبعده في ذكريات يعني، كانت في بيناتكم يعني شغلات حلوة، في رجوع لحدا لبعضكم، في رجوع لحدا من الماضي، ممكن تكون يعني كانت في بيناتكم علاقة طويلة، في ذكريات، والشخص هذا شخص يعني مليح، يعني مو شخص سيء، هو شخص طيب وبيحبك وبيشوفك شغلة حلوة، وفي بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي. ولكن الرجوع هذا لبعضكم راح ياخد وقت يا برج الجدي. كذلك في شغلة غريبة عندي هون بالقراءة حبيت أشير إلى، في منكم اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب أو بيحب شخص تاني وهو مو مرتاح بزواجه. شايفة يا برج الجدي كأنه كأنك بدوامة، كأنك خايف تمشي بالطريق اللي قدامك، وعم تطالب بالعدالة، عم تطالب بحكم، ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك. كذلك في منكم اللي الحبيب تركه وبلش حياة يعني، بلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى، لأني شايفة الحبيب حاليا متزن ومشغول وبيفكر بمشروع يعني، ممكن يكون مشروع زواج، مشروع مالي، شايفاه مشغول بحياته. كذلك يعني ما أخفيك إنه بيفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا، سواء كان وصلتكم للانفصال أو القضاء، لأني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزان وتفكير. كذلك في منكم اللي شايفته كانت بينه وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة، وحاليا عم بشوف في تباعد بينك وبين الحبيب هذا اللي العلاقة كانت مدة طويلة بالسنوات، يعني عم بشوف منكم اللي فاصل قافل كل شيء، مرتبط بالتواصل السوشيال ميديا، يعني كأنه عامل حالك مطمش ولا على بالك ومختفي، وعم تطالب يعني كأنه بالعدالة، عدالة بحكم شغلة هيك. بس أنا شايفاك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك، لأنه بعده في ذكريات بيناتكم، هو حاليا بفكر يعمل استشفاء يعني، وبفكر إذا في مجال للرجوع أو أنت خلاص نسيته. كذلك عندي في ورقة بتشير إلى حكم، ممكن يكون مرتبط بالقضاء أو قرار يعني أخذه الحبيب أو شغلة هيك، يعني كأنه في انفصال عن شخص يعني بتحبه، ممكن تكون أنت انفصلت عنه أو انفصلت بسبب يعني البعد، كل واحد في دولة تانية منفصلين، يعني كل واحد في دولة، أو حتى تربطكما مع بعضكما علاقة طويلة، ففي يعني تواصل روحي بيناتكم. في برج القوس والحمل والأسد، كذلك كما يحذرك التارو من إلقاء اللوم والاتهامات على بعضكما البعض، لأن هذا قد ينهي العلاقة، فالتارو بيقول لك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامح يعني أن تسامح الشخص اللي معك واللي أنت اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي،
أيا كانت، إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه. ففي منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من أشخاص مقربين، يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا في القلب، نتيجة خداع أو خيانة أو مكر أو عدم تقدير. يعني كأنه الشخص هذا والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب، ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة، فشايفاك زعلان كأنك يعني مسافر أو بدك تسافر أو سافرت، ولكن بعدك حزين يعني وفي ذكريات آخذها معك وبعدها معك كأنك مربط. كذلك في منكم اللي اتطلقوا، يعني في طلاق موجود عندي، في حدا تخلى عنكم، يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هذه الدوامة، وفي منكم اللي عم يستنى حكم، عم شوف يعني في إحساس، في ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنا، يعني كأنه عم تسأل حالة ليش صار معي هالشي وليش الله ما ساعدني. فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك، ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك، فعليك التقرب من الله وتعمل ميديتيشن وكل الأمور ستتحسن يا برج الجدي. شايفة في لخبطة كبيرة، وفي إنه هاي القراءة عامة في شغلات كثيرة بالقراءة. في منكم اللي بعلاقة، علاقة توأم الروح، صار بيناتكم كلام أو عناد أو الشخص هذا عنيد، فشايفة كأنه كل واحد واخد جنب أو متباعدين. فالحبيب شايفك يا برج الجدي، الناس اللي في الوضع هذا شايفك انه انت الحب، وفي تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي، فالحبيب بيراقبك ومفتقدك. شايفك تعبان يا برج الجدي، خليني اشوف، راح نشوفه. شايفك يا برج الجدي انك ستصبح متحمس، او ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل او في السفر، وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني راح تكون مرتاح معه، او يعني مع شخص من الماضي، يعني شخص بتحبه، لأنه الورقة هذه ورقة البداية الجديدة، ورقة النجاح، ورقة يعني زواج، خطوبة، احتفال، يعني شغلة حلوة. يعني كما قلت، أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه، أو شخص يعني راح تحبه. في شغلة حلوة راح تصير يا برج الجدي، ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتصار، فأنا شايفاك راح تتقدم يا برج الجدي. طالع لك الشمس، ففي أحداث جميلة جاية بطريقك إن شاء الله يا برج الجدي، بعد الشغلات اللي شفناها بالورق، وشفنا الوضع تعبان وشغلات صارت معك، يعني شغلات متعبة، يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك، في أخبار سارة، في منكم اللي راح يتلقى هدية، راح تكون مفاجأة إله، أو راح يوصل، ويعني شي خبر حلو بده إياه، رسالة، شغلة.
في مين كون اللي مر بتجربة قاسية، يعني أو طلاق، يعني أو متحمل مسؤولية كبيرة. في كذلك اللي عم نشوف في مين كون اللي طلق وعنده أولاد، يعني هاي مسؤولية كبيرة. ولكني عم شوفك يعني أكثر حكمة، صرتي أكثر حكمة وأكثر اتزانا، خصوصا بعد الشيء اللي صار معك، يعني بعد خيبة الأمل والهموم يعني اللي مريتوا فيها. وعدم الرضا عن أشياء صارت بالماضي أو حتى عن وضعك المالي. كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي أو بأحداث من الماضي أو شغلات صارت معكم. يعني كأنه في شغلة يعني غريبة راح تصير معكم يا برج الجدي، يعني كأنه في مساعدة راح تجيك يعني من السماء، من الله راح يساعدك بشغلة، شي معجزة راح تصير معك، يعني شي انت ما كنت متوقعه. خلينا نشوف، يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها، يعني كأنه حكم، عدالة، شغلة. أو ممكن زواج في شي حدث سعيد، إن شاء الله خير. بس الموضوع هذا راح ياخد وقت، يعني راح يتجاوز الشهر هذا، أو ممكن يعني إنه رجوع شخص أنت بتحبه، شخص مهم بحياتك، أو في انتصار يعني كنت عم تستناه، يعني في شغلة راح تصير. شوفوا الأوراق كيف إجت، شي شغلة رقم واحد، أنت لازم تشوف شو، يعني شي رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة. ممكن بعد أسبوع، في واحد الشهر الجاي، شهر واحد، أو يوم واحد، بس أنت لازم تشوف رقم واحد شو بالنسبة إلك، شو صار. يعني ممكن يكون انتصار جاي لك، بس في شغلة يعني جاية بطريقك يا برج الجدي راح تصير. ممكن قضية راح تتحكم لصالحك، عدالة راح تحصل عليها. فبتمنى انكم تخبروني عن الشغلة هذه يا برج الجدي في التعليقات، راح استنى اعرف، لانه انا صار عندي فضول اعرف، لانه الاوراق يعني ما فاتوا اجوا بهالطريقة هذه. فان شاء الله خير يا برج الجدي. كذلك عم شوف يعني برج سرطان، حوت، في ابراج كثيرة موجودة عندنا بالقراءة هذه، جوزاء. فإن شاء الله خير يا برج الجدي، شغلات كثيرة مريت فيها، إن شاء الله الأمور راح تتغير، لأنه ما في شي بيضل على حاله، يعني ما في شي بيضل للأبد. أهم شي الإنسان إنه يفكر بطريقة إيجابية ويتقرب من الله ويتوكل عليه، ويفكر بالشغلات اللي بده إياها، لأنه في مثل بيقول الشي اللي انت بتفكر فيه هو الشي اللي راح تحصل عليه. فإن شاء الله خير يا برج الجدي، فبتمنى تخبروني عن الشغلة هذه الرقم واحد، وإن شاء الله تنتبه القراءة على